ايه رأيكم في الشياكة اللي قدامكم دي؟ حاجة كده قمر والله. شايفين طاجن من الخبز بمكعبات اللحمة، شوفوا كده طريقته كده في الفيديو، تعجبكم كتير جدا جدا، حاجة كده مميزة على السفرة بتاعتك. جربوها بطريقتي ان شاء الله تعجبكم كتير جدا. طبعا من قبل ما نبتدي الفيديو حابة افكركم باللايك والشير والسبسكرايب طبعا للقناة فضلا وليس امرا. يلا كده نبتدي ونسمي الله. في البداية هنعجن العجينة عشان اسيبها ترتاح. معايا كده كوبايتين من الدقيق، دي كده كوباية، التانية الكمية دي تعمل لي اتنين طاجن حلوين يعني. معلقتين كبار من اللبن البودر، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ننزل في الكلام ده كده اهو. بعد كده بقى هنعجن بمية فاترة. طبعا المية هننزل بقى تدريجي على المكونات بتاعتنا لحد ما نحصل على عجينة تكون متماسكة، ناعمة ومتماسكة. تمام، هنزل بقى بالكلام ده كده اهو، ونقلب بقى الكلام ده ايه كده في بعض، ونعجن بقى. الميه ملهاش مقدار معين، مش كل نوع دقيق بيقبل نفس نسبه السوائل. تمام، نعجن بقى وارجع لكم. شايفين كده قوام العجينه بتاعتي عامل ازاي؟ متماسكه وفيها تلزيقه كده بسيطه خالص، يعني حاجه بسيطه جدا. هنزل بقى كده مكعبين من الزبده سايحه بقى او متماسكه زي ما شايفين كده، بس تكون ايه لينه يعني، بحيث ان انت تعرفي تدخليها في العجين. وادخل بقى الزبده دي في العجين، هتخلي العجين بتاعي ناعم جدا جدا. واعجن بقى العجين بتاعي ده كويس جدا جدا كده بالزبده، وارجع لكم تاني باذن الله. شايفين؟ هسيبها بقى ترتاح على ما نجهز اللحمه. شايفين القوام وقد ايه ناعمه وجميله؟ هغطيها بقى واسيبها ترتاح. دلوقتي بقى هنجهز مع بعض اللحمه. عندي هنا نص كيلو من اللحمه متقطعه مكعبات صغيره بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كده. اي نوع لحمه يكون بيستوي بسرعه. لو انت بقى مقلقه من نوع اللحمه الموجود عندك هل هو بيستوي بسرعه ولا لا، هتعملي زي ما انا هعمل دلوقتي. هحط اللحمه دي على النار، هشوحها على النار، هوريكم الوقت ازاي. لكن لو انت عارفه ان هي بتستوي بسرعه، هتمسكي كل المكونات اللي قدامك دي وتفركيها كده في بعض، وتحطي اللحمه في العجينه على طول. تمام، يبقى كده عندي نص كيلو لحمه مقطعاها مكعبات. عندي اتنين حبه بصل حجم يعني لا كبير ولا صغير، مقطعاهم شرائح بالشكل اللي شايفينه قدامكم ده. عندي حبه بطاطس يعني لا كبيره برده ولا صغيره، مقطعاها مكعبات كبيره. وعندي كوبايه ميه ومعلقه من السمنه اللي احنا عملناها من دهون اللحمه، او الليه يعني لو موجوده عندك ليه ممكن برده. عندي كمان حبه طماطم مقطعاها مكعبات، ويعني قرن شطه كده احمر حر او اي نوع فلفل يعني حر او حلو براحتك. عندي بقى هنا البهارات بتاعتي، ورق لورا يعني 3 حبات من ورق اللورا، وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر والقرنفل والقرفه، وعندي نص معلقه صغيره بقى من الروزميري والبابريكا، رشه من جوز الطيب. اي بهارات بقى صحيحه عندك للشوربه يعني بطعم الشوربه يعني او طعم اللحمه ضيفيها. انا حاطه هنا حبهان وقرنفل كده صيني، فلفل اسمر، حبوب يعني فاهمني، وكمان فص واحد مستيكه شايفينه، فص صغير اهو. بس اي حاجه تطعم لك بس ايه اللحمه كده وتبهرها لك. طبعا معانا ملح، بس انا هضيفه في ايه في اخر سويه اللي يعني انا مش هسوي اللحمه تسويه كامله، يعني في نص سويه اللحمه كده اقوم ضايفاها في الاخر خالص. احنا كده هنسوي اللحمه نص سويه او نديها تشويحه عشان يبقى طعمها وريحتها حلو. هتنزلي كده بمعلقه كبيره من السمنه او ليه ونقطه زيت كده مع بعض. طبعا اللي هي بتبقى جميله قوي قوي، لو موجوده كنت حطيتها بس مش موجوده عندي صراحه، فالدهون دي يعني حلوه برده. هتنزلي كده اللي هما البهارات اللي هي الصحيحه. تمام، وهسيب بقى السمنه بتاعتي دي كده تسخن كده كويس مع البهارات كده، وانزل باللحمه على طول. دلوقتي كده بقى هنزل باللحمه. دلوقتي بقى كده هنزل بالبهارات اللي هي البودر، ورشه كده من جوز الطيب، حبه ضفاف ضفاف مش حبه ما تضيفهاش براحتك، ممكن بهارات اللحمه تبقى فيها جوز الطيب برضه، ممكن لو عندك 7 بهارات تضيف 7 بهارات. تمام، بس كده ريحه البهارات تطلع. هتنزلي بقى ايه بكوبايه الميه، عايزه بقى اللحمه بتاعتي دي تشرب كوبايه الميه دي، ويبقى كده ايه تمام، تكون استوت نص سوية. تمام، وبعد كده بقى هتستوي في الطاجن بتاع الخبز نفسه اهو. هسيبها بقى تشرب الكلام ده، بس ايه هنضيف الملح اول. طبعا احنا هنا هنملح اللحمه اهو، يعني ربع معلقه صغيره كده من الملح هنملح اللحمه، وكمان برده بقيه الملح ربع معلقه صغيره برده هنرشه ايه على الخضار بتاعنا اللي هو البصل بقى والطماطم والبطاطس والكلام ده. بس فيها بقى يعني تشرب الميه وارجع لكم تاني. دلوقتي كده بقى سهوله هناخد البصل ده ندعكه بقى ايه مع ملحايه ومعلقه زيت او سمنه بلدي او السمنه الاوليه او اي حاجه يعني ايه تطعم لك الكلام ده.
طبعا ممكن تضيفي طبعا بهارات لو انت حابه تزودي نسبه البهارات، بس انا هستكفي بالبهارات اللي انا ضفتها مع اللحمه. تمام، هرعك بس الكلام ده كده كويس وارجع لكم تاني. هنزل كمان كده ايه بالطماطم، ممكن لو طماطم شيري تبقى جميله برده شكلها بيبقى حلو، والفلفل والبطاطس انا صفيتها من الميه اللي كانت عليها، ونوعيه البطاطس اللي معايا دي بتستوي بسرعه جدا فانا مقطعاها كبيره زي ما شايفين كده. ونقلب بقى الكلام ده كده ايه في بعض، بس وتكون كده جاهزه معانا لما اللحمه طبعا تستوي هضيفها ايه معاها. دلوقتي كده العجينه بتاعتي ارتاحت شويه اهي، نطلعها كده اهو ونعملها رول. تمام، ده كده شكل الرول اهو. هقسم بقى الرول بتاعي ده كده بالنص بالظبط اهو. بعد كده بقى كل نص هاخد منه ربع كده مثلا، وبعد كده هاخد قطعه صغننه خالص عشان تبقى هي ايه الايد بتاع الغطا بتاع الطاجن بتاعنا. تمام، يبقى كده كل طاجن هيبقى كده ايه ثلاث قطع كده من العجين. نفس الكلام اهو، هاخد ربعه، هاخد قطعه كده صغيره بس. انا هنا اخدت قطعه صغيره عشان ايه يعني، ده هتبقى القاعده بتاعت الطاجن، ده هتبقى الغطا، ودي الايد بتاعت الطاجن نفسها. تمام، يعني زودت بس القطعه كده شويه. نلم بقى العجينه بتاعتنا بالشكل ده كده اهو، شكلتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كده، يعني قرصتهم بمعنى اصح. يعني دلوقتي بقى هنجيب بس كده ايه رشه دقيق، رشه دقيق كده بسيطه، ونبتدي بقى ايه نفرد العجينه بتاعتنا دي زي ما هتشوفوا دلوقتي، تكون مفروده مدوره. فردت العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كده، ده السمك بتاعها يعني شايفين سمك ايه، لان ما تكونش تخينه قوي ولا رقيقه قوي، العجينه بتاعتي تكون متماسكه زي ما انتوا شايفين كده اهي على ايدي. هجيب كده بوله واحط العجينه بتاعتي كده فيه. تمام، زي ما شايفين كده اللحمه استوت نص سوا، شايفين ده كده منظرها، شربت كل نسبه السوائل اللي جواها. هنشيل طبعا الحاجات اللي هي البهارات الحصى دي، وهنضيف اللحمه نفسها على الكلام ده. نقلب بقى الكلام ده كده ايه في بعض، كمان رشه كده بسيطه كده من الدقيق، ونفرد برده الغطا بتاع الطاجن نفسه. فردنا العجينه بتاعتنا كده اهي، وفردنا الغطا، وطبعا اللحمه بتاعتنا قلبناها كده بكل المكونات كده كلها مع بعضها اهو. هننزل بقى ايه بنص الكميه دي في الطاجن ده، مع طبعا نص الفلفل الاحمر ده اهو، العجينه اللي هي الغطا اهو، ونحطها كده على الوش. تمام، بصوا الاول هنعمل كده، هنقفل بس العجينه نفسها كده الاول كده اهي، يعني بنضيقها بمعنى اصح. هنشيل التاني معلش. جيبي بقى الغطا اهو على الوش، ونفس الكلام تلزقي بقى كويس جدا. ماشي، يعني انت ممكن تلزقي كده الاول وبعد كده تبقي ترجعي ايه تتاكدي ان انت قافله كويس. كده ايه مسحه ميه كده حلوه في النص هنا، ماشي، وبرده دي كمان كده اهو، وتلزقي هنا كده على طول. الصينيه بتاعتي مش مدهونه اي حاجه خالص، ونقلب بقى الطاجن بتاعنا كده على طول، طبعا عشان رشين دقيق كويس فتقلب معاكي كويس اهو. خلاص كده ده بيكون شكلها اهو، بتجيبي بقى بيضه وفلفل اسمر وملح. خلصت بقى الطاجن بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم الجميل ده كده اهو، امشوا بس على كل الخطوات ويطلع معاكم مظبوط. هاخده بقى ادخله فرن سخن، وهحطه على شبكه في النص، هولع طبعا من تحت ياخد لون حلو كده ويستوي من تحت، وبعد كده اديله لون كويس من فوق. تمام، شايفين بقى الطواجن بتاعتنا بقت جاهزه معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كده، حاجه كده جميله جدا جدا اهي، ان شاء الله تعجبكم. تفردوا العجين، كتروا الدقيق تحت وفوق العجينه، وافردي بقى كويس جدا جدا عشان العجينه بتاعتك تبقى متماسكه، ماشي، ما تبقاش ملزقه معاكي. خلاص كتري بس انت كده كميه العجينه، ما تخافيش عشان العجينه تبقى متماسكه معاكي وما تسيبش معاكي ايه في الفرن ولا اي حاجه. اهي قدامكم اهي، ما شاء الله زي العسل. طبعا بقى عشان ايه يعني طاجن بقى، ولازم بقى نفتحه واوريكم. افتح الكلام ده كده ايه داير ما يدور، شايفين بقى الجمال، حاجه كده ما شاء الله. البطاطس دايبه وينا طبعا،
اللحمه زي ما انتم شايفين اهي، بس طبعا سخنه جدا جدا اهو، كل حاجه تمام ويانا. اتمنى طبعا كده الفيديو يعجبكم، لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب طبعا للقناه. يلا دمتم في امان الله.